عن اخواني راح اديكم اليوم الثالث، عفوا اليوم الرابع، دورة اساسيات الحاسوب والبرامج المكتبية. احنا اخذنا اول يوم، في اليوم الاول اخذنا مقدمة عن الحاسوب، واخذنا في اليوم الثاني عن برنامج الوورد، وكان في لقاء الاستاذ المدرس غيث علي حسين. واخذنا البارحة اليوم الثالث نبذة عن برنامج الاكسل. هناخد ان شاء الله اليوم وياكم برنامج ثالث من برامج الاوفيس المكتبية، اللي هو برنامج العروض التقديمية، او ممكن نسميه الباوربوينت. برنامج العروض التقديمية او ممكن نسميه الباوربوينت، وان حاله حال برامج الاوفيس الباقية، نشغله عن طريق ستارت ثم مايكروسوفت اوفيس، ثم نختار برنامج اللي نشغله، او ممكن نشغله عن طريق البحث بالتاسك بار، يكتب فقط باوربوينت يطلع اسم البرنامج وان شاء الله. بس خليني اسوي شير الشاشه مالتي نشوف العمل. طيب حقنا ممكن نشغل الاوفيس الباوربوينت عن طريق الستارت، نختار على البرامج، راح نجي مايكروسوفت اوفيس حزمه كامله، قلنا بيها برامج هوايه، الاوفيس بيها الوورد واخذناه، وبيها الاكسل واخذناه، عندنا ايضا اكسل، وعندنا ايضا باوربوينت. هذا هو برنامج باوربوينت، هذا برنامج باوربوينت 2010 عن شغله هسه. هاي هي واجهه البرنامج، هاي واجهة برنامج ظهر أمامكم على الشاشة. إحنا قلنا إخواني دائما جميع برامج أوفيس نفس الواجهة تقريبا، اختلاف منطقة العمل. قلنا بالوورد كان عندي صفحة، بالإكسل كان عندي شيت أو أوراق، وهسه عندي قلنا شرائح أو سلايد. إحنا عندنا نفس الشيء قلنا بداية، عندنا اللي فوق عندنا شريط العنوان بعنوان البرنامج، عنوان الملف، وقلنا اذا عندي هنا تبويبات او قوائم موجوده عندي بالاوفيس كلها نفس الشيء لكن باختلاف اساميها، وقلنا كل تبويب به ادوات خاصه به، اخواني هنا كل تبويب به ادوات خاصه به. هنا عندنا اخواني الشرائح، طبعا هنا المنطقه العمل بها جزئين، الورك سبيس منطقه العمل بها جزئين، جزء يمين جزء يسار. اليمين عبارة عن شرائح مصغرة يعطيك كل شرائح العمل بصورة عامة، ويسار هو الشريحة المختارة حاليا اللي راح أشتغل عليها وأعدلها وأنسقها. فالناس حاليا مفتح البرنامج يعطيني افتراضيا فقط شريحة واحدة ونسميها شريحة عنوان، نسميها شريحة عنوان. ثاني إذا أريد أدرج شريحة أخرى، موضوع جدا سهل، اجي اخلي مؤشر اسفل شريحه رقم واحد عن طريق جهه اليمين، ناخذ مؤشر اضغط نفس من الكيبورد مفتاح انتر، اعطاني اوريدي شريحه اخرى نفس الطريقه اخواني. ممكن اجي هنا اخلي مؤشر الاسفل وانطي انتر اعطيني شريحه اخرى، وهكذا كرر العمليه. او ممكن طريقه اخرى لاضافه شريحه من صفحه من صفحه رئيسيه، اختار امر اسمه شريحه رئيسي شريحه جديده، هنا شوفوا اخواني روح عليه شوف يمكن شريحه جديده كالتالي، شاهد هنا اخواني يعطيني شنو شريحه اخرى جديده. ممكن احذف عن طريق كليك ايمن على الشريحه نفسها واقول له امر جديد او حذف شريحه، حذف شريحه بالصوره هذه، حذف لي شرائح، كليك ايمن اختار امر اسمه حذف شريحه وهكذا راح احذف جميع الشرائح اللي ما اريدها. طيب هسه عندي هنا اول شيء شريحه رئيسيه رقم واحد، وهي دائما تكون اسمها شريحه عنوان، يعني بها عنوان الموضوع وبها نقول مقدم الموضوع او شارح الموضوع. طبعا اخواني الباوربوينت برنامج جدا حلو، الغايه منه هو عرض الدروس والاعمال على الحاضرين،
يعني شخص تدريسي في جامعة أو في كلية أو في معهد، ويعرض درس مالته والمحاضرة مالته على طلابه، ممكن يعرضها بطريقة خلينا نقول تفاعلية للطالب، تشد انتباه الطالب عن طريق برنامج باوربوينت، عروض تقديمية، ممكن يسوي شرح، يسوي بها إضافات وحركات، ويخلي الدرس تفاعلي مع الطالب بحيث الطالب يشده الدرس. أنا ممكن أن أشرح للطالب عن طريق ملف وورد، يعني أعطيه المحاضرة أعرضها على ملف وورد وعادي، بس ماكو شيء تفاعلي، ماكو تفاعل للكائنات داخل الشريحة، لذلك يكون الدرس جامد بارد حتى الطالب يميل ممكن. لكن من خلال الباوربوينت أنا ممكن أنشئ درس للطالب يكون درس تفاعلي من خلال إضافة حركات وعرض شرائح متقدم، ممكن يضيف صوت، ممكن يضيف هواي أمور تجذب انتباه الطالب. هاي أولا، هاي بالنسبة للطالب والمدرس. أيضا ممكن لكل طالب دراسات عليا سواء كان ماجستير أو دكتوراه يعرض العمل مالته اللي اشتغله خلال سنة كاملة أو سنتين بالعملي عن طريق الباوربوينت. يعني هو كل طالب مثلا يناقش بالماجستير أو دكتوراه، عند بداية المناقشة ربع ساعة يعرض شغله، شو اشتغل، سوى شو سوى بالعمل مالته بالنظري مالته، وممكن عن طريق هاي ربع ساعة ويلخص عمل سنتين كاملة بصورة تفاعلية تشد المشاهد وتشد لجنة المناقشة. ممكن عن طريق هاي العرض ممكن ياخذ امتياز إذا كان عرضه وافي، مفهوم للمقابل، سهل الفهم، ممكن ياخذ امتياز بسهولة جدا. هاي ثانيا. ثالثا، ممكن شخص يعمل بشركة وعنده فكرة مشروع، عنده فكرة مشروع يعرضها على المدير أو على القائمين على الشركة، أو ممكن عن طريق الباوربوينت تسوي فد شرائح تشرح الفكرة مالته، المشروع مالته، بحيث ممكن يشد المقابل والفكرة مالته. وهواي أكو أمور ممكن نستخدمها الباوربوينت حتى نسوق عن أعمالنا، سواء كانت أعمالنا هاي تعليمية، أعمالنا تسويقية، أعمالنا تجارية وغيرها من الأمور. طيب هسه أجي أبلش أو أشرح تفاصيل برنامج باوربوينت أو نسميه العروض التقديمية باللغة العربية. إحنا قلنا هسه مبدئيا عندنا منطقة عمل بين جزئين، جزء أيمن جزء أيسر. الأيمن قلنا هو عبارة عن يعرض شرائح النظام كلها، والأيسر هو فقط عرض الشريحة الحالية اللي يدعي عليها. هسه إحنا قلنا شنو عندنا أول شيء؟ أول شيء عندنا شريحة رئيسية نسميها شاحنة العنوان اللي هي قدامكم هسه حاليا. هاي أنا ممكن أضيف مثلا عنوان للعمل مالتي، مثلا خلينا نقول العمل مالتي، خلينا نقول مثلا يعني أبدأ أشرح مثلا عن دورة الحاسوب، أقول هنا أو مثلا مقدمة على الحاسوب، هنا مقدمة موضوع الشغل مالتي، مقدمة مثلا عن الحاسوب مثلا. هنا راح أضيف عنوان الشخص اللي سوى هذا العرض، مثلا اسمي الإعداد ياسين مثلا، ميم مدرس، مساعد، فائز، موسى مثلا. هسه يا اخواني اول شريحه فيها فقط عنوان العمل مالتي واسم الشخص اللي يعد العمل هذا. طيب راح انتقل للشريحه الثانيه، هنا راح اضيف مثلا خلينا نقول تعريف الحاسوب. ما هو الحاسوب؟ تعريف بصوره عامه. راح اخلي هنا لفوق مثلا ما هو الحاسوب، هنا ممكن اضيف تعريف الحاسوب هو آلة إلكترونية تستخدم لمعالجة وتخزين البيانات. هوني انا هسه اللي شغل استفدت فقط عنوان الشريحه هذه وما هو الحاسوب وتعريف الحاسوب بصوره مختصره. طيب زين، هسه مثلا نضيف شريحه ثالثه. اوكي
نخلي بيها مثلا نقول مثلا مقارنة بين البيانات والمعلومات. اخواني لحظة هسه، شو حاجة شو نوعها؟ طبعا كل شيء لها نوع. اوكي اخواني كل شيء شنو لها نوع. سجل هاي ولا شنو نوعها كان؟ كان نوعها فقط عنوان. هاي نوعها عنوان ولا نص؟ هاي نوعها عنوان ولا نص؟ شو اعرف نوع شريحة؟ اكون عندي بصحة رئيسية اكو شيء اسمه تخطيط، منه انا اعرف شنو نوع شريحة. بس نجي على تخطيط، شنو عندي محدد لي اياه من هاي الانواع؟ هسه محدد لي عنوان ومحتوى، هذا هسه هاي نوع الشريحة مالتي الحالية. شنو نوعها؟ عنوان ومحتوى، ممكن اغيره. عندي وايد انواع للشرائح، عندي مثلا اكون خلينا نقرا شوية عنوان، عنوان مقطع، اكون محتويين، اكو مقارنة، اكو هاي امور انا ممكن عن طريقها اضيف واغير نوع الشريحة. مثلا اختار مقارنة، اخلي مثلا ناخذ نقول ما الفرق بين البيانات والمعلومات. راح اضيف، انا ممكن اضيف عنوان فرعي هو البيانات واشرح اللي جوا، ممكن اخلي المعلومات واشرح جوا. مثلا نقول بيانات هي مادة خام غير معالجة، نقول هي ناتج معالجة البيانات داخل الحاسوب. الأخوان هسه صار عندي مقارنة، موضوع جدا بسيط، لو بالوورد كان موضوع أصعب، كان لازم أسوي جدول، لازم أسوي مقارنة، ولازم أضيف. فأنا والله جدا سهل، فقط أني غيرت نوع الشريحة، من وين غير الشريحة من صفحة رئيسية وتخطيط، واختار النوع اللي يداني، محتويين، مقارنة، فارق، كيفك تختار اللي أنت. طيب فحسنا نضيف مثلا خلينا نقول صورة للحاسوب. طبعا هنا اخواني ممكن نضيف لنا صور عن الحاسوب، عشان اضيف صورة للعرض مالتي. عندي هواي طرق اضافة صور، ممكن عن طريق شلون قلنا بالوورد بالاكسل، نفس الشيء، ممكن عن طريق ادراج، ممكن عن طريق ادراج اقول له صورة، ومسوي صورة من جهازي كيفك. او ممكن طريقة مختصرة، انا عندي اخوان داخل المحتوى عندي ممكن اضيف 6 شغلات، ممكن اضيف من هاي شوف اخوان ادوات هنا جوا، اضيف جدول، ممكن اضيف مخطط، ممكن اضيف سمارت شكل سمارت ارت، ممكن اضيف صورة للملف، ممكن اضيف قصصة فنية او كليب ارت، ممكن اضيف فيديو الى الملف مالتي او الى الباور بوينت مالتي. هسه راح اضيف مثلا صورة، ممكن اضيف صور من ملفاتي من الحاسوب مالتي مثل ما يخزن الصورة على الدي على السي على الاي كيفك. او ممكن يا اخوان اضيف صور من وين؟ من كليب ارت، او خلينا نقول كليب ارت هو قصة فنية، هي صور موجودة داخل برنامج الوورد او داخل برنامج الباوربوينت داخل الاوفيس بصورة عامة، مجموعة الصور داخل الاوفيس وين القاها؟ القاها منها من قصص فنية، ممكن اختار من ادراج قصص فنية. نفس الشيء اكون عندي صور داخل البرنامج نفسه، هنا عندي صور شوفوها. بس مبدئيا راح اقول له مثلا عرض لي كل الصور. اوكي اخواني ممكن هناك مثلا لي صورة حاسوب مثلا، اقول له انتقال ما لقى الصور. نشوف اخواني انا سويت تضمين مثلا الاوفيس، بعدين اخواني طالع هنا مجموعة صور حاسوب، طبعا هاي كلها موجودة داخل الاوفيس، انا ما نزلت من حاجتي ولا موجود حاجتي على صور، بس الاوفيس موجوده داخل النظام او داخل باكج الاوفيس. اذا اختار الصوره هذه بس ارجع لها كليك واحد يسار، او اخوان اضافه لي وين؟ هنا ممكن اغيرها اخليها مثلا هنا، اضيف صوره اخرى مثلا الصوره هاي مثلا، كليك واحد يسار اضافه لي. طبعا الصوره ممكن اصغرها عن طريق سحب الفلات من الزاويه، اسحب
وصغر الصورة. أخواني هاي صورة ثانية، كذا صورة أخرى ممكن تكون هذه الصورة، هاي صورة ثالثة للحاسوب. هاي جاي شنو جاي الصور الحاسوب عن طريق شنو؟ عن طريق مكتبة الصور اللي موجودة داخل الأوفيس داخل الباوربوينت. كان صورة بعد ضيفها، هاي صورة رابعة. طبعا اخواني هاي الصور للحاسوب اخذناها من وين؟ من مكتبة الصور داخل الاوفيس، مو داخل حساب جهازي، داخل الاوفيس اخواني. طيب لا اخواني هسه نرجع على اول صفحة، اول شريحة. ولحظة يا هسه، عندي هسه كم قائمة؟ عندي كم قائمة اللي فوق؟ عندي صفحة رئيسية، عندي ازعاج، عندي تصميم، انتقالات، حركات، عرض الشرائح، مراجعة، عرض، عندي بعد ستور بوردينج. لك اخواني كم شريحة صاروا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عفوا 9 تبويبات، 9 قوائم. لك اخواني لكن اجي على الصور مالتي، اوكي اخواني، واجي اضغط على اي صوره مثل الصوره هذه، صارت اخواني ظهر لي تبويب جديد اسمه تنسيق او ادوات صوره تنسيق. واخواني هذا هو ظهر تنسيق جديد، بعد ما كان موجود هسه ظهر. لما اجي اضغط هنا اخواني هسه راح التنسيق، راح فوق تبويب التنسيق. واخواني شو ترجع اضع الصوره، رجع تنسيق. واخواني رجع تنسيق، فهذا يخص الصور نفسها، تنسيق الصورة. ممكن مثلا هنا عندي تنسيق الصورة للإطار مالتنا، النمط مالتنا، ممكن يكون الصورة هذه، ممكن يكون الصورة هذه، ممكن يكون بهاي الصورة، ممكن يكون بهاي الصورة. هنا عندي هواية أنماط للصورة وحوافها، ممكن تلاقي نمط كيفك، هذا 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 هنا دائري كيف صار شيء كذا، هذا هذا كيفك مثلا، هذا هنا ممكن نفس الشيء نختار مثلا الدائري وهكذا. طبعا هاي كل الانماط يجون بالتنسيق ظهر لي اثناء تحديد الصوره. طيب هسه اخواني قلنا شلنا قوائم رئيسيه او صفحه رئيسيه، بها شلون ننتقل بين الدواكوي، شلون ننتقل النص نفس الوورد بالضبط، الحل نفسه يمكن نغير شلون بالوورد، غير نوع الحرف، نوع الخط منها، ممكن غيرنا حجم الخط، ممكن نغير لون الخط، انت بكيفك تختار كيفك. هنا عندي تنسيق محاذاة النص يمين يسار وسط، هنا عندي ترقيم، هكذا الامور خلناها بالوورد. طيب عندنا ايضا اخوان بالدراج، ايضا اخذناها بالوورد لما نفسها موجودة بالوورد، اعداد صورة، جدول، خطوط فنية، ممكن ادراج لقطة شاشة، ممكن ادراج البوم صور، ممكن ادراج اشكال، سمارت ارت، مخطط، ارتباط شعب، وهاي اكو امور ممكن ادرجها عن طريق قائمة ادراج. ممكن ادرج فيديو، ممكن ادرج صوت، وهاي امور ممكن ادرجها هنا عن طريق برنامج او عن طريق قائمة ادراج. طيب عندنا اخواني موضوع جدا مهم اللي هو تصميم الشريحة. تصميم الشريحة اخواني، تصميم الشريحة شنو هو؟ انا ممكن اصمم من شكل النهائي للشريحة، يعني كالوان، كخلفيات، كتنسيق. اكو عندي انماط جاهزة داخل الباوربوينت عن طريق اصمم شريحة كما اريد. يعني مثلا هنا عندي تصميم، قائمة تصميم، عندي هواية تصميمات الشرائح، هاي تعطيك تصميم جاهز للشريحة من حيث لون الخط، حجم الخط، تنسيق الخلفية، هو بكيف يختار لك الفيل انت. مثلا تخش اول واحد، هذا اول واحد عادي ما فيش فارغ، هذا الثاني هذا فارغ، هذا فارغ، باخوها سهلة اختلف عندي الواجهة. عشان صار عندي خط، شوف الاسم مالتي شلون صار، عندي خط صار عندي تصميم مختلف. هنا مثلا هاي الرئيسية، هنا عندي العادية في شو عندي. باخوها هاي شنو هاي؟ هذا اول تنسيق اسمه اساسية. لان اخواني تنسيق اخر اسمه اصل، وهذا هو الشكل مالته. نعيد هنا اخر اسمه
افق، هذا هو شكله. يعني كل اشكال جاهزه، تسميه جاهزه داخل الاوفيس، داخل الباور بوينت، اختار كيف اريده. هنا اخر واحد اخر، هذا شكله، وهذا شكل مال الشرائح مالته. بس يصير عندي انا التنسيق جاهز، الوان جاهزه، تنسيق جاهز، خطوط جاهزه، كل شيء جاهز. فقط تختار تنسيق جديده ويعطيك الشيء عنده. يعني تنسيق اخر بالصوره هذه، يعني تنسيق اخر نأخذ هذا التنسيق، هذا حلو. اوكي، بعد تنسيق اخر على الشكل هذا، بعد تنسيق اخر على الشكل هذا، واخوان الشكل هذا. وين التنسيقات موجودة داخل الاوفيس؟ ممكن اطعمها عندي هنا، ويمكن اختار بعد اكو هاي عندي بعد، هكذا موجود عندي داخل برنامج الاوفيس. هذا عندي، صار عندي هذا التنسيق على الشكل. اوكي اخواني، زين. هسه مثلا تاخذنا، احنا اخذنا تنسيق التصميم، كنا غير بيه احتاج الى ثاني. اوكي زين، عندنا شيء اسمه انتقالات. ما اخوان هسه قبل اروح انتقالات، بس بضيف شريحه هذه اخيره، بس خليني احولها شريحه فارغه. ليش ما راح اغير من نوع شريحه؟ شريحه رئيسيه تخطيط، وخليها فارغة إخواني. أضيف هنا في النص نهائي، مثل أقول له شو إحنا نبغى. عندي هنا بالإدراج كل شيء اسمه وورد آرت أو نص فني، هذا إخواني أضيفه. ممكن أختار تصير هذا، مثلا أقول له شكرا لحسن الإصغاء. تمام، راح نحذف ذني زيادات. ليش ما احذفن؟ كليك ايمن واقول له حذف، او ممكن فقط احدده من كيبورد اضغط مفتاح ديليت، من كيبورد اضغط مفتاح ديليت، حيث شريحه مباشره. طيب اخواني، هسه اني خلصت العرض مالتي، صممت الشرائح مالتي، ضفت صور، ضفت عنوان، ضفت مقارنه، ضفت مثلا خلينا نقول تعريف الحاسوب. بس اذا عرض مالتي للجمهور، شلون عرض مالتي للجمهور؟ اكو عندنا طريقة اسمها عرض الشرائح. طبعا انا عندي طرق شوفوني للاسفل، هنا للاسفل بشرط المعلومات، عندي هنا 4 طرق للعرض. طريقة عرض الشرائح اللي هي عرض نهائي للناس. الطريقة هاي ما اقدر اعدل بيها ناس او اعدل بيها اي شيء، فقط عرض. انا ما اقدر اعدل بيها الناس، اعدل الصورة ما اقدر، فقط عرض الباور بوينت للناس، فقط عرض، ما بيقدر اعدل عليها اي شيء. الطريقة الأولى. أخوان عندي طريقة ثانية للعرض، سميها طريقة عرض القراءة، فقط أيضا فقط قراءة، أيضا ما أقدر أعدل عليها ولا أضيف فيها لا صورة لا أضيف فيها أي شيء، فقط عرض للقراءة. أوكي، عندنا أيضا أخواني طريقة ثالثة اسمها طريقة فارز الشرائح. فارز الشرائح هاي الطريقة أخواني، شوفوا في السنة ناخذ عليها فارز الشرائح. هنا شو طالني؟ أعطاني شرح كأشكال مصغرة. الغاية من هذا العرض إخواني هو فقط تغيير ترتيب الشرائح. مثلا على سبيل المثال دخلت هاي الشريحة، خليتها ثاني واحدة، أضغط عليها وأسحبها وأخليها ثاني واحدة. مثلا خليت النهاية أو بالبداية، خليتها قبل الصورة، أجي أسحب عليها أسحبها خليتها من البداية. إخواني شنو الغاية من فرد الشرائح؟ فقط ترتيب شرائح بصورة عامة. اوكي اخواني، عندي بعد الطريقة الرابعة للعرض، هي عرض الشرائح هو عرض عادي. هنا ممكن انا اعدل شريحة، اضيف ناس، اضيف صورة، اغير تصميم ناس، اغير تصميم صورة، اغير تصميم شرائح بصورة عامة. هنا ممكن انا اعدل على الشرائح. اوكي اخواني، واضح ان شاء الله. كم طريقة عندنا؟ 4 طرق. عندنا الطريقة العادية اللي هي هسه حاليا، ممكن اعدل على شرائح، في الصورة، في نص. طريقة ثانية هي طريقة فارز الشرائح، طريقة ممكن ارتب شرائح مواقعها. طريقة ثالثة طريقة القراءة، فقط اقرا. طريقة رابعة هي طريقة عرض الشرائح، هي عرض الشرائح للجمهور بصورة نهائية.
اخواني قلنا شلون اغير، شلون اعرض شرائح قلنا للجمهور عن طريق هاي اداه تشوفوها منها، عرض شرائح، عرض لي شرائح. اوكي لاحظ اخواني، نخلي مثلا مؤشر على شريحة رقم 3 اوكي، واجي اضغط على عرض شرائح راح يعرض نهاية شريحة من 3 عرض، نقل من البداية. إذا عرض من البداية شو لازم أروح على رقم 1 أحدها وأجي أضغط عرض شرائح حتى يعرض من البداية. أو ممكن طريقة أخرى، ممكن أخلي مثلا 10 على 3 من الكيبورد أضغط مفتاح F5 من الكيبورد، أضغط مفتاح F5 راح يعرض من أول شريحة أوريدي، يعرض من أول شريحة عرضي بشرائح من الكيبورد مفتاح اسمه F5 لأعلى فوق من F1 F2 F3 F5 هو يعرض الشرائح من بداية الشريحة من أول شريحة. أوكي إخواني طيب أجي هسه نقول له A5 وبدي أعرض شرائح مالتي، شلون أقدر أنتقل من شريحة لشريحة أخرى؟ إخواني الانتقال ممكن أضغط Enter حتى ينتقل للشريحة التالية، Enter وينتقل للشريحة التالية، Enter وينتقل للشريحة التالية. أوكي نقدر نرجع إخواني نضغط مفتاح الباك سبيس اللي هو السهم اللي فوق باك سبيس ويرجع للشريحة قبلها. اخواني انت وين تقدمني لقدام باك سبيس يرجع لي للخلف. او ممكن طريقه اخرى هنا اي مكان فارغ من الشريحه كليك ايمن وقول له التالي راح يعرض الشريحه التاليه، كليك ايمن التالي وين يعرض الشريحه التاليه. او ممكن ارجع السابق كليك ايمن واقول له شنو، اقول له السابق، كليك ايمن واقول له السابق وهكذا. تمام اخواني ممكن اثناء عرض اشرح بقلم رصاص او قلم الون حتى يوضح الطالب، ممكن انا عن طريق كليك ايمن وعندي شيء اسمه خيارات المؤشر وقلنا مثلا اريد قلم او قلم تمييز، مثلا استخدم قلم تمييز تجي اشرح اقول له الحاسوب هو تبي، مثلا اقول له هي آلة إلكترونية تبي يا طلاب، شنو إلكترونية يعني؟ احاول انه اجذب انتباه الطالب حتى يكتب وياي ياشر على هذا الموضوع او هذا الكلمه بالذات انه هاي مهمه جدا مثلا اقول له. اوكي شنو شغل انت حاسب، اقول له شنو شغل حاسب ومعالجه، هاي اهم وظيفه الحاسوب يعالج لي بعد ايش اسوي، لازم يخزن مثلا اقول له تخزين، اجي اشرح له مع شنو مع اضافه تفعيل او تفاعل الطالب عن طريق اداه تلوين النص اثناء الشرح. اوكي هاي وين لقاها اخواني، وين لقاها؟ قلنا لقاها عن طريق كليك ايمن شو اختار شاشة عفوا خيارات مؤشر اختار قلم او قلم تمييز كيف كنت انت تصممنا. شلون امسح هاي الالوان؟ ممكن نفس الاداة عن طريق كليك ايمن خيارات مؤشر اكو عندي هنا ممحاة بدي امسح اللي سويناه. اوكي ان شاء الله هاي خيارات العرض زين. هسه من اجي اعرض قلنا F5 عرضنا الملف ده اخواني بننتقل هسه شريحة رقم 1 مو لا هاي شريحة رقم 1، يقول له انتر انتقل وانتقل شريحة رقم 2، لكن انتقاله ما بيتفاعل، انتقاله جدا عادي مش شريحة شريحة جدا عادي، انتقاله ما كان في حركة او شيء او فوت حركة انتقالية حلوة ما اكو شيء ماشي يعني كمشاهد. ممكن نضيف اخواني اكو شيء اسمه حركه انتقاليه من شريحه لشريحه اخرى، نلقاها هذه القاها في حركات او في انتقالات عفوا انتقالات هنا عندنا حركات ممكن نضيفها للشرائح، مثلا عندنا اكو شيء اسمه تداخل بس ما اختارها راح تعطيني تفاعل تداخل، وعندي تضاؤل وعندي ضغط هكذا حركات اثناء الانتقال، وعندي مسح وعندي انقسام وعندي كشف، هكذا حركات تضاف وين؟ تضاف إلى انتقال شرائح من شريحة إلى شريحة أخرى، وعندي شكل وهكذا. أوكي إخواني أنا ممكن أضيف لكل شريحة حركة تختلف عن الثانية، يعني شلون؟
اجي اختار اول شريحه، بس اقول لها مثلا خلينا نقول انت قصاب، بس بعد ما اضغط شيء اجي اختار شريحه رقم اثنين، تقول اريدها اشرطه، بس خلاص. شريحه رقم ثلاثه اريدها خلينا نقول مثلا وميض، مثلا اربعه اريدها خلينا نقول ساعه، مثلا خمسه مثلا اريدها خلينا نقول قرص عسل. اخواني هسه شوفي العرض، احب العرض اف خمسه، اف خمسه حاشي رقم واحد انتقالها كان مختلف، حاشي رقم اثنين هذا انتقال يختلف، شريحة ثلاثة انتقال يختلف، شريحة رقم أربعة قلنا مثل ساعة، وخمسة قلنا شنو كان خلايا عسل بصورة هذه. فأخواني هنا صار عندي شنو، كان عندي تفاعل، شنو الانتقال من شريحة إلى شريحة أخرى. طيب هسه أخواني راح أضيف، ممكن أضيف طبعا هاي قلنا لكل شريحة أضيف حركة، ممكن لا أضيف كل شريحة حركة واحدة، لو أجي الحركة هاي الشريحة قلنا مثلا تطبيق على الكل، تطبيق على الكل مثلا هاي شرائح، تطبيق على الكل راح شنو راح ينتقل لي، راح كلها يطبق عليها العسل. واحد اخواني اف خمسة هاي واحد طلعوا رجع عليها شنو كلها عسل، هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة وهاي أربعة وهاي الأخيرة وهي الخامسة. بعد إخواني جاي ينتقل من شريحة لشريحة بنفس الحركة، كلها حركة واحدة هي خليك عسل. طيب هسا إخواني إحنا قلنا جاي ينتقل شلون؟ جاي ينتقل عن طريق إما أضغط إنتر من الكيبورد، مو إخواني هسا نرجع في خمسة، هسا شريحة رقم واحد، قلنا شلون ينتقل شريحة رقم اثنين؟ هنا عن طريق شنو؟ انتر، مو او ممكن قلنا شلون ننتقل عن طريق كليك ايمن واقول التالي، مو خوانا لا خوانا اكو ميزه بالباوربوينت ممكن ينتقل وحده، يعني انطي وقت مثلا يقول له شريحه رقم واحد دقيقه وراها عبر شريحه اثنين مثلا خلينا نقول دقيقتين، فاذا واحد ينتقل بدون ما اضغط على انتر او على اي شيء. فاخواني انا اكو عندي اكو خاصية اسمها انتقال بالوقت بدون شنو بدون ضغط على الماوس. وانا اخواني انا اكو عندي تقدم بالشريحة وعندي نقل على الماوس، اشيل صح من النقل على الماوس، ما اخلي صح اشيل الكليك مالته اخليه بدون نقل على الماوس، واجي اخليه شنو اخلي وقت اقول له انتقل لي مثلا خلينا نقول شريحة رقم واحد مثلا شنو ما في شيء بس عنوان ممكن كان عليه ثانيتين مثلا، فانا مثلا اقول له فقط ثانيتين، مثلا يقول لي فقط 2 ثانية هاي رقم واحد، مثلا شريحة اثنين بها حاكي احسن مثلا دقيقة مو ثانيتين، ايش يقول هنا؟ اقول مثلا هنا خليني مثلا دقيقة. معناها يا اخواني لحظة الوقت عندي 6 خانات، اول خانتين هي للساعة، ثاني خانتين للدقائق، ثالث خانتين هي شنو للثواني، فانا هسوي دقيقة اجي ايش اقول؟ اختار لي دقيقة واحدة ناخذ دقيقة، يجي وين تقل شريحة رقم ثلاثة نقول له فقط مثلا 50 ثانية أو مثلا 20 ثانية، نختار 20 ثانية مثلا، مثلا أربعة خلينا نقول مثلا 50 ثانية مثلا، وأخيرا الأخيرة مثلا خلينا نقول فقط ثانية واحدة أو ثانيتين مثلا. أخوان راح أجرب وأشوف من أشيل هذا صح من الانتقال عند نقل على الماوس. اخوان راح اسوي اف 5 وشوف شو اسوي انا اف 5. اخوان هاي شريحه رقم واحد قلنا شيء نبغاها ثاني شيء المفروض بساعه انتقل وين؟ ساعه رقم اثنين قلنا دقيقه راح اطول شويه طول وياي بالانتقال، هاي قلنا شيء هاي دقيقه قلنا هاي اخوان هسه مثلا دقيقه مثلا او 50 ثانيه قلنا 50 ثانيه، هاي قلنا ثانيتين بسرعه تروح هسه. فاخوان صراحة فاخوان شلون انتقلت؟ انتقل دون ما اقرا على الماوس ولا اي شيء، فقط انتقل بالوقت. من شلون اغير الوقت؟ عشان احدد الوقت من احدد وقت منها ثواني دقائق ساعات، هناك شيء لازم اشيله صح من وين؟ من عند نقل الماوس، عايزين انتقل واحده من شريحه لشريحه اخرى.
طيب انا اخوي ممكن اضيف صوت اثناء العرض الشرائح، يعني ممكن اخلي خلينا نقول الجلسة تفاعلي اكثر، او ممكن نقول مثلا اسجل صوت واضيف الشرائح. كيف جينا شو اختار صوت؟ وهنا يكون عندنا اللي فوق صوت نختار صوت فريدة، يكون عندنا هواي اصوات مثلا، يكون عندنا صوت تسجيل، صوت كاتب آلة كاتبة، انفجار، وهاي اصوات. ممكن اضيف صوت من الحاسبة، اختار صوت اخر من الحاسبة، نجيب صوت من الحاسبة وخلي على عندي اجيبه اخواني. اقدم صوت، اوكي اخواني ممكن اجيب صوت من حاسبتي، خلينا نعديه أول شيء، خليه ضمن شرائح مالتي. هذا بالنسبة للانتقالات. طيب هون هسه العرض ما تصير فعال، هسه بس خليني ألغي الوقت مال العرض، نرجع خليه عندي الماوس. فهون العرض شو صار؟ العرض صار عندي فعال، يعني يتحرك شنو؟ بحركة انتقالية مميزة، فاخواني ينتقل بحركة انتقالية مميزة، لكن بعدها مو فعال كلش. بعد يكون فعال كلش بحيث يكون يعني بيرفكت بشغل مالتي، بحيث طالب يشد انتباهه. باخواني هاي ممكن اضيف اخواني لكل كائن حركه، يعني مثلا راح ارجع هسه، راح ارجع مثلا على اول شريحه، اوكي مثلا خلينا نقول، او خلينا نجي هنا مثلا عندي هاي الشريحه فيها بها عنوان الموضوع او ما هو تعريف الحاسوب، وبها ايضا تعريف الحاسوب. انا اريد يكون الدرس تفاعلي، مثلا شيء مثلا يقول عرض الشريحه هذه، يقول للطلاب ما هو الحاسوب؟ ما يطلع لي النص التعريف، بعدين يطلع لي اياه، يعني بعدين يطلع لي مو هسه، بدي اسالهم واشوف شنو جوابهم، بعدين يطلع لي العرض الجواب. ممكن اخواني هاي التعريف ممكن هسه تخفيه مبدئيا بعدين نظهره. اوكي اخواني وعندنا قائمة اسمها حركات. اوكي اخواني منها انا ممكن اضيف حركة هاي النص، فعندنا حركة اسمها، انا عندي حركات، وهنا عندنا حركات دخول، توكيد، وخروج. بس خلينا ناخذ اول شيء مثلا خلينا نقول دخول، مثلا نقول هاي حركة وثب. باخواني هسه حنسوي عرض نقول اف خمسة، باخواني حقول له اف خمسة. هسه جينا هنا جاي شرحاني، اخواني مرحبا بكم مثلا عشان حاسوب. طلاب يسألكم سؤال مثلا، يقول يا طلاب ما هو الحاسوب؟ اخواني اسمعكم ما ظهر عندي نص التعريف، ما ظهر عندي. اوكي لانه انا سويت حركة دخول، انت مو تدخل، بعدين اقول لك ادخل ادخل. هسه قلت للطلاب ما هو الحاسوب؟ ممكن طالب يجاوب، يقول الحاسوب هو عبارة عن فتشي، فانا اشوف شنو جاوبتهم بعدين اطلع لهم التعريف. هسه اضغط انتر، اخر سؤال صار عندي تعريف ما الحاسوب. هاي طلاب اوكي يابا هيك شي حاسوب وش تعريفه، وهكذا اخوان. انا ممكن مثلا اذا بس حركه مثلا الصور، هنا صور مثلا بعدين اشيل هاي الصوره، اذا حركه خلينا نقول مثلا خلينا نقول تضاعل، مثلا يكون مثلا حركه اخرى مثلا خلينا نقول بشكل، مثلا ممكن اضيف مثلا حركة أخرى مثلا تكون دولاب، مثلا ممكن اضيف حركة أخرى مثلا دوران مثلا، وهكذا. نقول له مثلا اف خمسة، بأخوان هسه جاي اشرح الحاسوب، صرنا هنا الشريحة الثانية، ما هو الحاسوب؟ ما طلع تعريف، يعني قلنا انا ضمنها بعدين اذا طلع في وقت المناسب، بس صار عندي في حاسوب. والله اخوان شنو عندي صور حاسوب، يعني طلاب عندنا وين انواع صور الحاسوب، وحاسوب لابتوب مثلا، حاسوب شخصي، او حاسوب غيره، فدي ظهر الصور بسرعه. انتر اول صوره، انتر ثاني صوره، انتر ثالث صوره، انتر رابع، وهكذا. هاي اخوان صار عندي درس تفاعلي، صار عندي حركات بشغل به، ممكن صوت قلنا، ممكن هاي امور داخل هذا النظام. طيب انا يا اخواني احنا قلنا خلناها ثقه شوي، خلناها
زين. أنا أيضا هو يحتاج وقت أكثر للبورت بوينت، لكن مش يعني وقتنا وقت ساعة ما أقدر أني أتجاوز الساعة. لكن خلنا أهم ما يميز أو أهم ما يشتغل عليه برنامج باور بوينت، وأهم شيء أخذناه حاليا شلون نسوي عرض باور بوينت، شلون ننسق النص، شلون ننسق الخلفية، شلون نضيف تصميم، شلون نضيف شرائح، شلون نضيف نص، شلون نضيف صورة، شلون نضيف حركات انتقالية للشرائح، شلون نضيف حركات انتقالية لكل كائن من الشرائح، وهكذا. هذا إخواني أهم مواضيع باور بوينت لهذا اليوم. أنا إخواني أني أعتذر لأن الوقت قصير، وهذا اللي قدرنا يعني نحيط به بالمادة، وأجي سؤال أنا حاضر، شكرا هذه مبينة إن شاء الله. هذه موجودة. نعم نعم أستاذ فائز، شكرا شكرا للمحاضرة القيمة. شكرا شكرا. نعم، إذا أكو سؤال أو استفسار أستاذ فائز، التسجيل بلا زحمة. نعم سيدة. أوكي سيدة. السلام عليكم. عليكم السلام.